الجزء التاني ده عامة بيبقى حاجة تخوف، بس لما يبقى عندك قصة حلوة و... وناس حابينها، يعني عندنا قصص كتير. فهاني كمال كتب الجزء التاني أحلى من الأولاني، فعش كده كلنا كنا متحمسين. وعلى المستوى السينمائي، فشاركت شيرين في فيلم مقسوم، فجسدت شخصية مطربة معتزلة. هم الناس اللي أنا بسجل معاهم عارفيني عشان أنا بسجل إعلانات وكده، وكل مرة بروح وبقول نفس الحاجة، أن أنا بكرهكم، مش عاوزة أبقى هنا، مش عاوزة أغني، وده صوت واحدة ما تغنيش، مش ده الصوت اللي يغني، فعارفيني. فبندخل ونحاول يطلعوا مني أحسن حاجة. وبتجمعها علاقة مع الفنانة ليلى علوي وسماء إبراهيم بشكل جديد ومميز. مبسوطة أن أنا شاركت في الفيلم ده، مبسوطة أنه اتعرض عليا. هيثم دبور كاتب هايل. أنا في الأول عشان جالي في وسط شغل كتير فقلت أنا ما عنديش وقت، بس لما قريت قلت لا هلاقي وقت. أما العمل السينمائي الثاني فجمعها بالفنانة هالة صدقي في فيلم الملكة، يلي انعرض ضمن مجموعة كبيرة من توليفة أفلام شهر يناير، فظهرت كضيف شرف في الأحداث ولكنها غابت عن العرض الخاص. خصم اللي قدامنا مش ضعيف، احنا لازم نكسب الماتش ده بأي طريقة. وآخر أعمالها خلال شهر يناير كان مشاركتها بفيلم رحلة 404 في دور شهيرة، يلي كانت العقل المدبر لكل من حولها، يلي غابت فيه هو كمان عن العرض الخاص. ما تقوليش ان انت هتدخلي تقعدي معنا بالطرحة دي. وبينتظر الجمهور أدوار جديدة لها الفترة الجاية، فهتشارك بعمل درامي تحت عنوان موعد مع الماضي، يلي رح يكون بالتعاون مع توليفة كبيرة من النجوم، أبرزهم محمود حميدة، آسر ياسين، وصبا مبارك. عايزين نعرف حقيقة حاجة حصلت من 15 سنة فيها ذكرياتنا من اللي حصل، اللي حتى لو واثقين ومتأكدين منها فاحنا مشفناهاش. وعملين سينمائيين، واحد تحت عنوان الملحد مع أحمد حاتم وتأليف إبراهيم عيسى، وآخر تحت عنوان في عز الظهر مع الفنان مينا مسعود. لازم تتفرجوا، ماشي.